تعادل سلبي بين الاهلي وبيراميدز في شوط اول مفتوح من الفرقتين، والفرقتين بيسعوا للفوز، ولكن شوط انتهى في النهايه بدون اهداف من الفريقين. ولكن حصلت حاله عليها جدل تحكيمي، وبدل ما احنا نتكلم هنستعين بخبيرنا التحكيمي الكابتن ناصر للحديث عن هذه الحاله. مساء الخير يا كابتن ناصر. مساء الخير عليك كابتن ايمن، وتحياتي لحضرتك وتحياتي لكل الساده المشاهدين، نجوم الكبار كابتن شريف، كابتن علاء، وكابتن بلال، وكابتن اسامه. اتكلمنا عن حاله علي جبر. كابتن، هي مش جدليه ولا حاجه. انا نادر ان اطلع ما بين الشوطين. كويس. انما هي مش جدليه ولا حاجه، واحد يساوي اثنين يا كابتن ايمن. كويس. هنجيب الحاله الاولانيه اللي هي في الثانيه 40 تقريبا او في الدقيقه الاولى، هو انذار لعلي جبر طبقا للقانون، هو انذار صحيح اشهره البنا. لو الحاله معانا هنشوفها هنا كابتن ايمن. ستوب، عشان بس دي مش فرصه محققه، عشان بس إيه الناس تبقى عارفه. هات بس اللوكيشن الاولاني كده، اللقطه الاولانيه، هنلاقي فيه مدافع تاني من مدافعين بيراميدز قافل يا بلال هنا، لحظه تكامل المخالفه بس ونقف. بس هنا هنلاقي فيه لاعب هنا مكمل، خلاص نقف، بس نقف 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 نقف، ارجع تاني بعد اذنك، نرجع تاني بعد اذنك، بعد اذنك هنرجع تاني، نرجع تاني. انا عاوز لحظه تكامل المخالفه بس ونقف، عشان بس نوضح الفرق ما بين الانذار والطرد. بس هنا في شد. تمام. لو اللاعب المدافع ده كابتن ايمن مش موجود كابتن علاء، كان طرد. لو بره كده يبقى ده راجل رايح منفرد، يبقى هنا في كارت احمر. هنا بتنزل العقوبه، هنا طالما اللاعب ده مغطي بتبقى انذار تعطيل هجوم واعد يا كابتن بلال نتيجه المسك، انذار صحيح ما فيش فيه فصال. زي ما قلت، واحد يساوي اثنين. تعالى الحاله، يعني دي في الدقيقه الاولى، دقيقه 32 بطاقه حمراء مفقوده، وهقول لك ليه يا كابتن ايمن. نشوف هنا الدقيقه 32، تسديده على المرمى، تسديده على المرمى. هنا القانون بيدي الحكم طبق القانون بقى، مفيش فيها دي، مفيش فيها جدال يا كابتن ايمن، مفيش فيها جدال. هات لي اللعبه واللاعب ده بيسدد على المرمى، وهنشوف هنا هنا هنا. بس دي تسديده على المرمى كابتن، دي الوصف بتاعها تسديده. اللاعب هنا عمل ايه يا كابتن؟ هو هنا حسب مخالفه نتيجة إن هنا المدافع كبر حجم إيده، وبالتالي المخالفة هنا صحيحة. طالما احتسبت المخالفة لابد إن يكون معاها إنذار يا كابتن أيمن. لو أنت ما احتسبتش المخالفة مفيش مشكلة، خلاص ده تقديرك، ولكن أنت هنا نشوف هنا الإيد. هو مش معنى نعمل كده بإيديا، ما هو إيديا خرجت طبعًا، خرجت عن نطاق الجسم. هنا لمسة اليد صحيحة والقرار صحيح، ولكن هنا فين البطاقة يا بنا؟ يضحها. دي بقى مش جدلية يا كابتن أيمن. وأتحدى وعلى مسؤوليتي أتحدى، يعني اللي عمل القانون، دي مش جدليه، ده انذار مستحق او بطاقه حمراء للانذار الثاني على مسؤوليتي. بقول هنا كان يجب، هنا مع الفاول او مع المخالفه كان يجب طرد علي جبر في الدقيقه، ولعيبه النادي الاهلي راحوا له وكلموه، مفيش فيها هزار يا كابتن، تجاهل. يعني انا بتكلم مش جدليه، حاله واضحه جدا جدا جدا. هنا بنا، هنا بنا، مفيش حسابات. دي انذار في الدقيقه الاولى، دقيقه 32، وانا بقول على مسؤوليتي بطاقه حمراء مفقوده كان يجب فيها طرد علي جبر للانذار الثاني نتيجه تسديد على المرمى، والمخالفة موجودة ولكن البطاقة الحمراء مش موجودة. صحيح. شكرا جزيلا. حبيت أوضح بس كابتن أيمن، لأن البعض هنا حتى يرى إن إحنا بنجامل، لا مش مجاملة. أنا بكلم ده القانون. قانون. ودي زي ما قلت لك دي تفصيلة مع كل الحكام عارفاها، يعني حكم الدرجة الثالثة والثانية والأولى عارفين هنا. صحيح. إنذار الثاني تسديد على المرمى وفي مخالفة لمس كرة بيد، فيها إنذار. صحيح. بس. شكرا جزيلا كابتن ناصر، ولينا لقاء مرة أخرى بعد نهاية المباراة إن شاء الله. نروح لفاصل، نرجع لحضراتكم مرة أخرى بعد الفاصل، انتظروا. مرحبا بكم مره ثانيه اعزائي المشاهدين. كابتن شريف، رايك في حدث الشوط الاول؟ شوط زي ما انت قلت في اول ما رجعنا، شوط مفتوح بين فرقتين، مفيش التزام، مفيش رقابه، في مساحات كبيره، الفرقتين بيحاولوا يلعبوا بفنيات سرعه الكوره ويقدروا يعملوا اي حاجه من على الاجناب. ابتدى الشوط الاولاني واحنا بنتفرج كده بروح النادي الاهلي قويه جدا. فانا وانا بتفرج قلت كل الكلام اللي انا قلته بقى قبل الماتش، ها روح النادي الاهلي هتخلص الحكايه دي. هنجيب لنا جولين ثلاثه في الاول كده والمهمه تبقى انتهت. ولعب بقى بتشكيل صح، لعب بتشكيل ما دخلش حسين الشحات، نزل القندوسي، كل ده مع روح النادي الاهلي، ها بنحس بالسرعات وكده. ولكن بعد 12 دقيقه ابتدت الحاله البدنيه ترجع تاني، ابتدت الكره زي ما انت قلت من الجيم مفتوح، فريق بيراميدز ابتدى تمسك كرة وابتدى يعملوا علينا هجمات، وابتدى رمضان صبحي النهارده لاول مره اشوفه بلاي ميكر، ها بينزل نص ملعب كتير قوي
وبيطلع فرقته وبيستنى على كورته لغايه لما كل الخطوط بتاعته تكتمل ويبقى عاملين هجمه واعده يعني. جالهم فرص كتير ان هم يشوطوا وجالهم، ابتديت احس بالكلام اللي احنا قلناه قبل المباراه، ابتديت احس بالتشكيل اللي احنا لعبنا بيه. كندوسي على حساب نص ملعبك والحاله البدنيه والحاله الفنيه كمان، ابتدى حمدي فتحي لقيته في هو الحاله الدفاعيه الاولى بالنسبه لي، شايل جولين حمدي فتحي النهارده من ال 18 عندنا، بدل ما كان يبقى هو اللي بيحط كوره هناك بقى هو اللي بيشيل من عندي. فابتدينا بعد الروح مقلت شويه او ابتدت فرقه بيراميدز تخش جوه الجيم كويس، ابتديت انت يبان عندك الشورتج اللي انت عامله اللي انت عامله بايدك يعني. القندوسي ومحمد شريف كهرباء، ماله كهرباء؟ ما تدي له حظه ال 10 دقائق 20 دقيقه دول 30 دقيقه يخلص ويصطاد كوره، اهو معروف الدنيا فيها ايه، وعنده حضور في الحته دي. بقى عندي انا زي ما قلت لك شريف والقندوسي هم دول اللي دلوقتي انت هتبتدي تفكر انك تدعم نص ملعبك وتمسك مع فرقه بيراميدز اللي انت شايف هي متفوقه عليك في نص الملعب تماما، ده حتى بينزل لهم كمان رمضان صبحي. فلازم الحاجات دي لو انت بتلعب على بطوله يكون عندك تفكير سريع، يكون عندك جرأه، مش عيب ان انا ابتدي بفرقه وارجع اصحح الدنيا كلها، وان كان انت عندك البدائل كلها قاعده بره. كهربا وحسين الشحات وطاهر ومجدي قفش، انا دول بعتبرهم قوه ضربه النهارده ممكن تغير مسار شكل اللعب في الشوط الثاني ان شاء الله. سريعا كابتن علاء، شفت اداء النادي الاهلي ازاي الشوط الاول؟ سريعا بدايه كويسه جدا وضغط كويس ومستحوذ، بعد كده الحاجه اللي انا ما بحبهاش في كره القدم ان انت بتسيب الملعب هجمه ليك وهجمه ليا، ما ينفعش. بيراميدز عامل حاجه النهارده ذكيه، باتشوكا عامل زحف في نص الملعب، وفي حاجه عاملها ان سايب رمضان في الملعب يتحرك زي ما هو عايز، ما عندوش مشكله. يمكن هو ووليد الكارتي هم اللي عاملين كل المشاكل الهجوميه عليك، مدي رمضان الدور اللي كان بيديه لعبد الله السعيد قبل كده، برافو عليك. لكن رمضان بيعملها يا ايمن بدنيا اعلى وطبعا صغر سنه وسرعه اكتر، فعشان كده واضح. لكن انت لازم نص الملعب اللي احنا حذرنا منه، يعني طبعا تحيه لكل الناس اللي في الاستوديو هنا، بجد كل اللي قلناه وكنا قلقانين منه حصل، يعني في ايجابيات بس السلبيات كتير. ان انت دايما في نص الملعب ناقص، دايما في نص الملعب في ناس كتير قوي مضروبه، دايما في نص الملعب فيهم عندهم زياده عدديه، عشان كده لازم يلحق يظبط نص الملعب. سريع كابتن اسامه، تقييمك الشوط الاول للفرقتين؟ اللي قلناه حاصل. قلنا القندوسي المشكله انه ما بيتحركش كتير عشان يلعبك، فرامي نفسه لقدام فبيلمس الكره على فترات متباعده قوي، عكس رمضان الناحيه الثانيه في نص الملعب مسيطر عليه. انت ابتديت بحماس قوي 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 بالجماهير اللي قافله الاستاد، وبعد كده ابتدى ادائك يتراجع وابتدت الخطوره تروح لهم. عندك علي معلول وهاني ما بيطلعوش قوي كتير، لكن في طبعا قصور في الثلث الاخير من احمد عبد القادر وشريف والقندوسي وبيرسي تاو، مفيش خطوره واضحه كبيره على مرمى احمد الشناوي باستثناء الكره اللي شاطها علي معلول. هم برضو ليهم تسديدتين وموقفين شويه شيبي ومحمد حمدي النهارده ما بيطلعش كتير واقف، لكن في رباعي قدام بيشتغل هو مصطفى فتحي ولاكاي وابراهيم عادل ورمضان صبحي ووراهم الكارتي. كابتن بلال، سريعا حلول النادي الاهلي الشوط الثاني للفوز بالمباراه؟ شوف، لازم يحصل فيه تغييرات في من بدايه الشوط الثاني من وجهه نظر الشخصيه. لازم حسين الشحات يكون موجود حتى لو حساب عبد القادر، لازم نقرب المسافات من بعض شويه، احنا متباعدين شويه يعني، في 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 بعد ما بين اللاعبين وبعضها، لازم يبقى في قرب شويه. لازم نحضر يا كابتن ايمن ونشتغل على الكره العكسيه. احنا الحته دي كانت نقطه قوه كبيره جدا للنادي الاهلي، للاسف احنا دلوقتي في الوقت الحالي مش شايفينها. يعني احنا دلوقتي بنحضر وبنكمل في نفس اللعب، حتى علي معلول اوقات كتيره جدا بيعمل الكره البينيه عايز يعملها ما بين اللعيبه لمحمد شريف، صعب جدا في وجود اثنين ماسكين شريف النهارده. لا، لازم نكمل، لازم نبقى قريبين من بعض. فين الثنائيات؟ مش شايف ثنائيات النهارده كتير، يعني هاني وبرستاو مش موجود الثنائيه، معلول وعبد القادر مش شايفين ثنائيه، فلازم يبقى في ثنائيات النهارده في الملعب عشان نقدر يبقى نستغل المهارات بتاعتنا والسرعات، ولازم كمان يبقى لينا شغل هجومي من القلب. احنا كل اللعب على الاطراف بس، لازم يبقى لينا شغل من القلب عشان يبقى لينا قوه هجوميه كبيره باذن الله رب العالمين. كل توفيق النادي الاهلي ان شاء الله الشوط الثاني، تحقيق الفوز. نروح لفاصل ونرجع لحضراتكم بعد نهايه احداث المباراه، انتظرونا.